ثم أما بعد، فمع بصائر القرآن مرة أخرى نعود إلى قول الله جل وعلا عن بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون إلى آخر الآية. والعبرة عندنا اليوم بهذه الآية الجامعة: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ذلك أن التحريف الذي سبق الحديث عنه بصورة معينة والذي تولى كبره بنو إسرائيل كما وقع في التاريخ ولم يزل يقع، من تحريف الكلم عن مواضعه أو عن بعض مواضعه تحريفا يؤدي إلى التلاعب بكلام الله جل وعلا. ذلك مرض حذر الله جل وعلا منه هذه الأمة وأنذرها بحكاية قصة بني إسرائيل في كتابها، أي أنذر الله جل وعلا هذه الأمة بحكاية قصة بني إسرائيل من تحريف بحكاية ذلك في كتاب الله النازل المنزل في هذه الأمة وهو القرآن العظيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وسبق الكلام من قوله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون إلا الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى الله عليه وسلم. التحريف إذن الذي تولى كبره بنو إسرائيل تعلق بتحريف الكلام واستبدال الصيغ وكتابة الكلام بأيديهم زعما منهم أنه كلام الله. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، أي أنه ليس من عند الله، والهدف والسبب والغاية ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي من هذه الجريمة التي قاموا بها، وويل لهم مما يكسبون، أي مما جعلوه بدلا، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير كما قال في الآية الأخرى. هذا البدل الخسيس السيء الساقط الذي استبدلوه بالآخرة وبرضا الله جل وعلا، هذا المعنى العام للسياق، وإنما القصد تبصر حقائق الإيمان من ذلك. أن يجرؤ عبد من عباد الله، وهذه البصيرة الأولى التي نريد أن نتبصرها من حقائق الإيمان في القرآن، أن يجرؤ عبد من عباد الله جل وعلا على التلاعب بكلمات الله، معناه إذن أنه لم يعد يقيم للقرآن وزنا. وإذا كان لا يقيم للقرآن وزنا فمعناه إذن أن إيمانه بأن هذا القرآن كلام رب الكون فيه نظر. كيف يستطيع إنسان ما أن يعلن الحرب على الله جل وعلا وهو يؤمن بهذا الرب العظيم ويقدره قدره ويعلم منه جل وعلا أنه سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب وأنه على كل شيء قدير، أنه رب الكون، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. هذه المعاني العظيمة حينما تضعف في قلب إنسان ما، أي إنسان كان، فيصاب بمرض وهو استصغار المعاصي واستصغار الذنوب واستسهالها، وهذا الذي حذرنا الله جل وعلا منه. حينما ترى المسلم باسم المسلم من بيئة المسلمين وهو مسلم يقوم بكبائر تكاد تنشق لها الأرض ويقوم بجرائم في حق الدين تزلزل كيان المؤمن، مثل هذا في هذا الشأن
إنما يرجع أساسا إلى أن إحساس هذا المسلم إحساسه بالقرآن وبالإيمان بالله ربا خالقا للكون قد ضعف إلى درجة لم يعد لذلك كله على قلبه أثر. ولذلك قست قلوب بني إسرائيل حينما طال العهد بينها وبين كتاب ربها، كما قال الله جل وعلا مما سبق التذكير به: الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سليما مذ آمن بأنه رسول من عند الله واستقرت تلك الحقيقة بقلبه، اشتغل بالله ولم يعد يشتغل بشيء سواه. مذ نزلت القطرات الأولى من القرآن على قلبه ووقع له ما وقع مما تعلمون ومما هو مشهور متداول من الفزع والخوف، ففزع إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه فقال: مرة زملوني وقال أخرى دثروني. فكان مكان من استقرار الإيمان بقلبه من بعد ما شعر بحقيقة ما نزل عليه وأنه مرسل من عند رب الكون، وأن هذا الكلام الذي يسمعه من السماء هو كلام الله جل وعلا يقرأه ويتلوه عليه جبريل الأمين، وأنه الآن يحمل رسالة إلى العالمين. عرف أن هذا الكلام معدن ثمين لا يوجد على وجه الأرض شيء يوازيه، أثمن ما في الأرض كلام الله جل وعلا، أثمن ما في الأرض، أغلى شيء على وجه الأرض القرآن. كل الأموال وكل الأنفس وكل الأعراض كل شيء يهون إذا قورن بكلمات الله جل وعلا. هذا الكنز الثمين الذي امتن الله به على هذه الأمة وهي لا تعرف حقيقة ما بين أيديها من الكنز ومن الخير الذي لم يؤته أحد من العالمين، عرف محمد عليه الصلاة والسلام ما عرف من كتاب ربه، فلم يعد له شغل غير هذا القرآن يشتغل به بالليل كما يشتغل به بالنهار. إذا كان الليل اشتغل به قائما مصليا ذاكرا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أي غاية ذلك القيام أن يعبد الله أولا نعم، ولكن أيضا أن يهيئ نفسه لحمل الأمانة التي هي أمانة القرآن. اشتغل بالقرآن عابدا بالليل متبتلا، والتبتل الانقطاع إلى الله جل وعلا، واشتغل بالقرآن في النهار داعيا إلى الله جل وعلا، يسمعه الكفار والناس أجمعين، يربي به ويدعو به، ولا شيء عنده سوى هذه البضاعة العظيمة الثمينة الغالية. فإذا ضعف حال المسلمين وبعد عهدهم بكتاب ربهم أنكروا ذواتهم وصاروا إلى أحوال غير أحوال المسلمين من العزة والكرامة التي جعلهم الله فيها وامتن بها عليهم سبحانه وتعالى، فنزلت بهم الابتلاءات عسى أن يراجعوا دينهم وأنفسهم وعلاقاتهم بربهم جل وعلا. وحينما تبدو ظواهر التحريف فيما بينهم معناه أن المرض قد وصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل، مرض البعد عن كتاب الله جل وعلا والتنكر لحقائق الإيمان، حتى يتجرأ مسلمون أو مسلمون على تحريف معاني الكتاب. حقيقة أن الألفاظ يستحيل تحريفها، ولكن يتم تحريف المعاني. يمكن أن يقع كتابة الكتاب اليوم بالأيدي بطريقة أخرى، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يصدر كلام عن شخصين أو أشخاص يزعمون أن هذا كلام الله من حيث المراد، ضربون من تفسيري وضربون من توجيهي للقرآن ما أنزل الله به من سلطان، مثل هذا تحريف. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا مقصود القرآن، وهم يعلمون قطعا
قبل سواهم وقبل غيرهم أن ما يحرفون وأن ما يبدلون وأن ما يغيرون. المؤمن معصوم بالكتاب إن هو مسك بالكتاب وأخذ بالكتاب. إن الله جل وعلا كما ضمن لهذا القرآن أن يحفظ رسمه ولفظه فقد ضمن أيضا أن يحفظ معناه. عبثا يحاول المحرفون وعبثا يحاول المغيرون والمبدلون. كتاب الله كتاب الله، كتاب الله فيه إضافة إلى الله. كتاب من؟ كتاب الله، هذه إضافة. والإضافة في العربية من معانيها الخصوص والامتلاك والحيازة، أي أن هذا الكتاب هو لله، الله جل وعلا هو مولاه، هو تكلم به وهو أنزله وهو تكفل به. حينما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في هذا السياق العجيب سماه الذكر، فهو يحفظ القرآن من حيث هو ذكر وليس فقط من حيث هو رسم. لو كان جل وعلا تكفل فقط بحفظ الرسم، يعني يحفظ الرسم بمعنى أنه يتحفظ الحروف دياله، ما يتزاد ما يتنقص، الكتابة دياله والخط إلى آخره، لأمكان إذن لو كان ذلك فقط منحصرا عند هذا الحد، لأمكن أن يقوم الناس بتحريف المعاني وتنحرف الأمة إلى ما شاء الله. صحيح محاولة تحريف المعاني حاصلة كائنة وعنها نتحدث، لكنها فاشلة أبدا لن تفلح. كما قال شاعر العربي كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. الوعل ولد الغزال الصغير مشى الحجرة يتدرب عليها غادي يهرسها بالقرون ديالو، بقى يضرب يضرب حتى شتت القرون ديالو. كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. هذا كتاب الله قلت مسنود إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى ينبيته في الأرض نباتا كما ينزله من السماء، أو كما أنزله من السماء، كما أنزله من السماء إنزالا وأنزله تنزيلا، فهو أيضا ينبته في الأرض إنباتا، ينبته في قلوب العباد والمسلمين والصالحين في كل بقاع العالمين حينما يأذن جل وعلا بإنبات القرآن. ولو على الحجر الصلدي الذي لا ينبت شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن أسرار هذا الكتاب العظيم أنه محفوظ في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واللوح المحفوظ ما هو؟ هو كتاب الماضي وكتاب الحاضر وكتاب المستقبل من الغيب، وهذا شيء عجيب جدا. فإذا كان فيه كتاب المستقبل فكل شيء حفظ في كتاب المستقبل. القرآن محفوظ في لوح المستقبل، مش غير في لوح الماضي، لأن اللوح المحفوظ هو لوح كل الأزمنة، وقد حفظ فيه الحق القرآن العظيم. فدل ذلك على أن القرآن محفوظ لكل الأزمنة، فكما حفظ للماضي وكما حفظ للحاضر هو محفوظ للمستقبل. وليتنزلن القرآن على قلوب العباد تنزلا، ليس عن طريق الوحي فذلك أمر مضى، ولكن عن طريق التبصر والإبصار، عن طريق الإيمان، حينما يأذن الله جل وعلا بذلك فإن القرآن ينبت كما ينبت الزرع، ويدر خيره وبركته كما يدر الضرع. ونتيجة الكلام أن من أخذ بالقرآن أخذ الله بيده، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله، فمن اشتغل بالقرآن اشتغل بشيء محفوظ، والمشتغل بالمحفوظ محفوظ. إلا شديت في حاجة فنية غادي تفنى معها، حال هذاك الغريق اللي كيشد في واحد النبتة رطبة في الطين، هي ضعيفة هي بنفسها خصها اللي يشدها، شد فيها تمشي انت وياها، ولكن إلا شديت في الصح، إلا شديت في الصح بإذن الله تنجو، ما بقيش شي حاجة صح من القرآن. ولذلك نبه الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة منذ 15 قرنا إلى هذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام من بين ما قال، وفي هذا السياق له مقالات صحيحة كثيرة متواترة في معناها، عليكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا، تعبير دقيق،
فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا، تنجو من أمرين، من الضلال ومن الهلكة والمهلكة. لأن الكتاب القرآن كتاب هداية، فيستحيل أن يضل من أخذ بالهداية، ولأن القرآن كتاب محروس من رب الكون من رب العالمين، ويستحيل أن يؤذى من جاور الله جل وعلا. في حديث عجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، إن لله تعالى إن الله اتخذ أهلين من الأرض، أهلين وأهلون الأهل، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وأهل القرآن أهل الله وخاصته، والحديث صحيح الإسناد مليح، وأهل القرآن أهل الله وخاصته. وفي سياق آخر بسند حسن خرج في صحيح الجامع الصغير، إن لله تعالى آنية من الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأقربها ألينها وأرقها. الآنية والأواني يعني الكؤوس والأقداح والصحون التي تملأ بشيء من الماء أو الطعام أو الشراب. فإذا اتخذ الله آنية من أهل الأرض، فوظيفة الإناء هي أن يمتلئ بشيء، والله جل وعلا يملأ هذه الآنية بنور الإيمان، هذا هو المقصود. وهذه الآنية هي القلوب، وكلما رق القلب ولان، الرقة أي أنه يتذكر ويتخشع. ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه كتاب الرقاق، جمع رقيقة، وهي التي الموعظة التي تلين القلب وتذلله لله، واللين مثل ذلك. إنما يقع للعبد هذا إذا أشرب حقائق القرآن، كما سبق في بيان قوله جل وعلا: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الثوب يقولون في العربية إذا أشرب اللون، الصبغ اللي يصبغ الأتواب والصوف والقطن يدخلها في اللون الصبغة حتى تولي هذه الصبغة جزء لا يتجزأ من الماهية، كي تقال هذه الساعة أشرب اللون، بمعنى أنه إذا صبغوه بالخضر مثلا وجبدوا وصبنوا ومشات الخضرة، ما كيتسماش أشرب الخضرة، لا، الذي أشرب اللون الأخضر أشرب الخضرة لما يخضروا بالمواد ديال الصباغة ويخرجوا يصبنوا حتى يعيا، ما تمشيش الخضرة ديالو اللون ديالو، ما كيمشي اللون حتى كيتقطع الثوب، يتحول اللون من العرضية إلى الجوهرية. يعني بحال دابا هاد السواري وهاد الأقواس ديال المسجد اللون ديالها أبيض، ولكن عارفين بأن هذا اللون عارض قائم بجوهر هو الجدار، يعني المعنى ديال الكلام أنه نقدروا نزولوا هذا اللون ويولي الجدار في الأصل دياله باش تبنى. فإذا اللون ما كيشكلش جزء من الحقيقة ديال الصور ديال الجدار اللون، فهذا لون لم يشربه الجدار، ولكن النهار نبدأ نقشروه، وانت تقشر وكتلقى غير الأبيض، وتزيد تقشر وانت باقي في الأبيض، تتلقى راسك تطيح الصور وتطيح السارية وكيبقى الأبيض، بمعنى أنه كيولي البيوضة جزء من البناء. هذا كيتسمى بناء أشرب اللون. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني بنو إسرائيل، وخا جاء موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وغضب عليهم في غضبته المشهورة المعروفة، ارجعوا لله عز وجل تائبين، مع ذلك هذاك الكفر اللي صابهم في الأيام اللي غاب عليهم سيدنا موسى دخل ليهم حتى القلب وتلون بالقلب، فصار جزءا من حقيقتهم، حتى وإن رجعوا إلى الإيمان شكلا فلم ينطقوا بعد ذلك إلا كفرا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. والمؤمن على العكس ينبغي أن يكون قد أشرب الإيمان، بل أشرب القرآن بإيمانه، حقائق القرآن تولي جزء منك، تبصر بها، تسمع بها، تمشي بها، تتحرك بها. من هنا إذن يصبح العبد محفوظا بهذا القرآن، ماشي هو كي يتسمى حافظ القرآن، لا، هو محفوظ، اسمه مفعول، القرآن يحفظه، لا أنت الذي تحفظه. والحفظ هنا الممدوح والمطلوب، إنما هو حفظ الحقائق وحفظ الأمانة القرآنية،
لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأسماء الحسنى: إن لله 99 اسما أعطى 100 إلا واحدا من حافظها دخل الجنة، وفي رواية من أحصاها. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يشرح ذلك: الحفظ ليس بمعنى الاستظهار، وإنما هو بحفظ حدود الله فيها وبحفظ حقائقها لا رسومها. وروى رواية عن الإمام الأصيلي العالم المغربي المشهور قال: الأصيلي قد يحفظها الفاجر، إلا غير المعنى ديال أنها تحفظ كما كتحفظ أي حاجة، قد يحفظ الفاجر الأسماء الحسنى ورأيها كتبع ومعلقة في كثير من البيوت، فكيف يدخل صاحبها الجنة إذن؟ ولذلك الحفظ المقصود إنما هو الحفظ المرتبط باسم الله من الأسماء الحسنى، باسم الله الحفيظ. والحفظ عند الله جل وعلا الرعاية، الرعاية. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ أي يرعى الأمانة، ما يخونش، غادي يدبر يدير تدبير الاقتصاد ديال الدولة لا يخون، قصة سيدنا يوسف. فالحفظ أمانة ورعاية، هذا هو المقصود أصالة. أما الحفظ بالمعنى الاستظهار يعني الحفاظة بالمعنى اللي هو عربي احتوى، ولكن هذا معنى تابع كيجي من وراء هذا. فالمطلوب في حقائق الدين الحفظ أولا بمعنى الرعاية أولا، ثم الحفظ بمعنى الاستظهار. ولذلك قال الصحابة: لقد كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. وهذا المقصود، أي كانوا يؤتون حقائق الإيمان قبل القرآن، أي قبل حفظ رسوم القرآن، كانوا يحفظون حقائق القرآن قبل حفظ رسوم القرآن وألفاظه، تعاملوا مع الآيات على أنها بصائر تهديهم إلى الله جل وعلا. هذا داء فتك بيهود من بني إسرائيل ومن أهل الكتاب عموما في علاقتهم مع كتابهم من الإنجيل والتوراة أو من التوراة والإنجيل، وحذرنا الحق من أن يقع بقلوبنا استهجان لكتاب الله جل وعلا. لابد من أن نفتح بصائرنا على حقائق هذا القرآن وعلى الحقائق التي يبنيها في أنفسنا، لأن القرآن ماشي كيخبر. غلط أنك تفهم بأن القرآن كيحاجي، أبدا. قصص القرآن بناء وليس إخبارا، ماشي كيخبرنا هاش وقع وهاش وقع وهاش وقع، القرآن ما كيحكيش. قصص القرآن تربية وتزكية، ولم يكن لرسول الله وهو يقص القصص عليه الصلاة والسلام إلا وظائف الرسالة من التربية والتعليم والتزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم يحاجي الناس وقعوا 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 وقعوا. فغلط أن نأخذ قصص القرآن على أنها حكايات، بل هي حكم قبل أن تكون حكايات. حكم، والحكمة بناء للنفس وتربية للإنسان. ولذلك قال الحق جل وعلا: ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمن هاهنا إذن يجب أن نتعامل مع هذا الكتاب على أنه كتاب حكم تبني النفس والوجدان وتبني النسيج الاجتماعي للمسلمين، ويجب أن نتعامل معه على أنه كلام رب الكون، وقيمته آنئذ تقع بقلوبنا على قدر ما نعرف عن رب الكون. يعني اللي كان كيعرف الله تعالى على قدر المعرفة ديالك بالله، على قدر القيمة ديال القرآن عندك، وعلى قدر الآثار ديال القرآن على النفس ديالك. فحيث يقرأ قارئون القرآن لا يتأثر معناه قطعا أن لا معرفة له بالرب العظيم الذي تكلم بهذا القرآن ونزله. لو كان يعرف من تكلم بهذا القرآن، من أنزل هذا القرآن، لوجد لذلك القرآن في قلبه أثرا ولا كأي أثر. أما أن يقع القصد إلى الانسلاخ عن معاني القرآن وعن توجيهات القرآن، ونغرق في الذنوب وفي الفسوق وفي المعاصي، ونقر ذلك في أنفسنا وتموت حواسنا، فلا نشعر بالمنكر ولا نشعر بالألم والأسى عند تخلفنا عن أوامر القرآن ومخالفتنا إلى نواهيه، معنى ذلك إذن أننا قد بعدنا عن الله جل وعلا
معرفة، وأن جهلنا به قد غطى على حياتنا. ومنها هنا يكون المفتاح الأول لكل من أراد أن يؤوب إلى الله وأن يعود إليه وأن يتوب إليه أن يبحث عن ربه، البحث عن الله. هذه الحقيقة الأولى التي يجب أن تنطلق إليها. وقد كان محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث إليه يبحث عن ربه، وما خلوته في غار حراء قبل أن يتنزل عليه القرآن إلا بحثا عن رب الكون، حتى جاءه التعريف بالله. أول تعريف بالله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعريف بالخالقية الصفة العليا لرب الكون سبحانه وتعالى. ولم يزل رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يدعو الناس، وإنما يدعوهم على أساس أن يعرفهم بالله، على أساس تعريفهم بالله. وهذه الحقيقة الأساسية التي أمر بها الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام في الآية البصيرة العجيبة: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حينما أكثر الكفار جدالا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثر جداله ومراءه، أنزل الله فيهم هذه الآية: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الذين يجادلونك، إنما للحصر، ديروا حاجة واحدة مش اثنين، إنما معناها الحصر، ديروا واحد شغل واحد وغادي توصلوا. إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. وهنا الإنسان يتأمل، الله تعالى يخاطب الكفار فكيف يقول لهم أن تقوموا لله وهم لا يؤمنون بالله؟ وإنما المعنى أنك إذا كنت تريد أن تعرف الحق فتجرد لهذا الحق. هم لا يزالون لا يؤمنون بالله على المنهج الإسلامي، ولا يؤمنون بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم يزعمون أنهم يعرفون الحق ويعرفون الله على زعمهم بتصورهم. الله يتحداهم: أنكم إذا أردتم أن تصلوا فاصدقوا الصدق، وهو القيام لله، أن تقوم لله، أن تتجرد من كل أهوائك وتقصد الوصول إلى الحق. ولذلك قال العلماء: من صادقت نيته من الكفار، من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، من الكفار من صدقت نيته في الرغبة للوصول إلى الله رب الكون، وخو مازال ما عرف فيه الأديان شكون اللي فيها حق، لا يعرف الحق هل عند النصارى أم عند المسلمين أم عند اليهود أم عند غيرهم، لا يعرف شيئا، ولكن يعرف شيئا واحدا، وهو أنه يريد بصدق أن يصل إلى الله، أن يتعرف إلى رب الكون. إذا وقر بقلبه هذا تكفل الله هو سبحانه بنفسه وبذاته جل وعلا أن يهديه صراطه المستقيم، وأن يقوده إلى الإسلام في نهاية المطاف ويكون من المسلمين. بهذا تحدى رب العزة كفار قريش: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، واحد واحد أو اثنين اثنين، يعني لا يقع بينكم اجتماع، لأنكم إذا اجتمعتم اجتمعتم على الباطل، لأن تكونت ثقافة هي ثقافة الجاهلية طاغية أنائذين، صعيب عليهم يتخلوا عليها، ولكن اللي يكون بوحده يتخفف من ثقلها، أو يكون مع من يخالله من أصحابه ويكتم عنه سره، يستطيع أنائذ أن يتفرغ من كل أهوائه وأن يقصد الحق للحق، فإذا قصده فإن الله يكشف له حقيقة الإيمان. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، قال ثم، وثم في العربية تفيد الترتيب والتعقيب، بمعنى أنه عادي مكلك تفكر، عادي مكلك تأمل وتبحث، لا يمكنك أن تبحث ولا يمكنك أن تتفكر حتى تجرد قلبك من الأهواء وحتى تصدق في نية البحث عن الله. فلا يمكن أبدا أن تصل إلى الله ما دامت نيتك مدخولة مغشوشة. ولذلك قال ثم تتفكر، والتعبير القرآني فيه من الإيجاز العجب العجاب. لما قال ثم تتفكر كان ممكن يكون التعبير يعني في استعمال البشري العادي ثم تتفكروا، فإذا تفكرتم فإنكم ستكتشفون أن هذا النبي صادق مثلا، ما قالش هذا الشيء، قال ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إيجاز عجيب، بمعنى أنه بمجرد
ما يخلص قلبك للبحث عن الحق، وبمجرد الخطوات الأولى في البحث ستنكشف لك الحقيقة فجأة بغتة هداية من الله، وترى بعينك أن الحق حق وأن هذا النبي نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذا تجرد العبد لله، تجرد العبد لله واشتغل بالقرآن، نحن مسلمون ولله الحمد، مش نبدأ عاد من الصفر كما بدأت قريش وكما يبدأ أي كافر في الدنيا، أنت مسلم، كتاب الله بين يديك، تجرد لله حقا واشتغل بالقرآن، ستبصر حقائقه، بل ستبصرك حقائقه، هي تشوفك قبل ما تشوفها أنت، لأن حقائق القرآن مبصرة ومبصرة، هذا المعنى المقصود، مبصرة بمعنى أنها مبصرة، يبصرك الله بالحق في الآيات التي طالما قرأتها وحافظت رسومها منذ صغرك، لكن ما سبق لك أن رأيت منها شيئا ولا اكتشفت بها شيئا، لأن القلب لم يتجرد لله جل وعلا تجرد الحق الصافي الكامل الخالص المخلص عند الاشتغال بهذا الكلام. كلام، تذكروا بأن القرآن كلام، هذه حقيقة عجيبة وغريبة، القرآن ماشي غير كتابة مكتوب في المصحف، القرآن كلام، ولكنه كلام الملك العلام سبحانه وتعالى، تكلم به الله، فعجيب أن تتكلم أنت بكلام تكلم به الله قبلك، شيء غريب هذا، شيء عجيب أن يتيح لك الحق سبحانه إتاحة عجيبة، يعطيك واحد الفرصة غريبة وعجيبة، وهي أنه يأذن لك ويمكنك، يمكنك من أن تتكلم بكلامه. أليس القرآن كلام الله؟ بلى، القرآن كلام الله جل وعلا بإجماع العلماء على مستوى العقائد وعلوم القرآن، فيهاش الخلاف، كلام تكلم به الله وخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا إياه عليه عن طريق الملك جبريل، وخاطب من خلال رسول الله العالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وتأتي أنت أيها العبد لتتكلم بكلام تكلم به الله جل وعلا، لتتكلم بكلام صدر عن الله حرفا حرفا، ماشي آية آية ولا كلمة كلمة، حرفا حرفا. ولذلك سبق الكلام على أنه قيمة القرآن كتصرف بالحرف، نون قاف صاد بالحرف، وهذا من أسرار الحروف المقطعة في أوائل السور، باش المسلمين ينتبهوا لهذا القرآن، راه كيتوزن بميزان الحرف، كل حرف فيه له بركته، ماشي بالمعنى الباطني الخرافي لا، ولكن يكفي أنه حرف تكلم به الحق جل وعلا، يكفيه ذلك بركة وعظمة. ولذلك يؤجر العبد التالي لكتاب الله على كل حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فعبد تعرف على مثل هذه الحقائق كيف يجرؤ على تحريف الكلم من بعد مواضعه، كيف يستطيع، كيف يجرؤ، تنهد عظامه وتتمزق أوصاله ولا يستطيع أن يمارس شيئا من التحريف ولا أن يقبله لحقائق القرآن القطعية الثابتة، الحق أبلج والباطل لجلج، حق يشرق كما تشرق الشمس، لا أحد يستطيع أن يغطي الشمس، والقرآن أعظم من ذلك كله، القرآن ينير الكون كله، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لذلك إذن وجب أن نرجع إلى كتاب ربنا، وأن نتدبر كل القصص الذي ورد فيه من مثل ما نحن في حكايته ومتابعته من قصص بني إسرائيل، لنعلم أن ما خوطبنا نحن بهذا الكتاب، والعجيب فيه أنه خطب به كل إنسان وكل عصر، هذا الكلام اللي كيتقال يقولوه الناس العلماء أن الدين والقرآن والإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، كلمة كبيرة ولكن قلما نستوعبها، بل هو أعظم من ذلك وأدق، لأن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم بهذا القرآن تكلم مترفعا عن الزمان والمكان، شيء غريب، الله تعالى فوق الزمان وفوق المكان، لأنه خالق المكان وخالق الزمان سبحانه وتعالى، هو جل وعلا بكل شيء محيط، ماشي كلام تقال البارح مات وانتهى، بل هو قيل لكل وقت ولكل زمان، الله جل وعلا غير محكوم بالزمن، بل هو يحكم الزمن،
وينشئه ويخلقه ويميته إنشاء سبحانه وتعالى. لذلك إذن أنت حينما تقرأ القرآن فأنت تقرأ كلاما تكلم به الله جل وعلا معك أنت في زمانك هذا كما تكلم به مع أقوام سابقين في أزمنتهم، وكما يتكلم به جل وعلا مع أقوام لاحقين في أزمنة مقبلة بعدك. والقرآن هو القرآن، وكل واحد يقرأ القرآن الرسول دي يسحب له بحال نزل غير ليه وغير زمانه. وهذا من أسرار إعجاز القرآن. العظمة الربانية شيء مذهل. الله جل وعلا حينما يحاسب الخلق، إن الله سريع الحساب، كيف سريع الحساب؟ لتعلم حقيقة مخاطبة الله جل وعلا الناس أجمعين بكل زمان وبكل مكان بالقرآن، انظر حقيقة الحساب هذيك توريك. إن بعض الأحيان يتوهم الإنسان أن يوم القيامة فيه الدور وفيه الصف في الحساب، لأنك يوقع الإنسان أنه كيدير القياس على عقله، لأن رب الكون هو الذي يتولى حساب الناس سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا. فإذا كان يتولى حساب الناس، حنا كنبداو نتصوروا وكتسنى الدور ديالك حتى يحاسب فلان وفلان، الملايير ديال الخليقة فوقاش غيجيك الدور؟ ليس بهذا المنطق إطلاقا، لأن أنت كدير الشغل ديال الله سبحانه وتعالى، كدير له القياس، كتقيسه وتوزنه على شغل بنادم ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. بل يحاسب كل الناس في وقت واحد وهو فوق الوقت جل وعلا، ولا يشغله أحد عن أحد، لا يشغله أحد عن أحد، ولا يربكه حساب أحد حساب أحد آخر. انت إلا بديت غير كتحاسب مع واحد، شي واحد قال لك شي كلمة كيتلف لك الحساب. لا ينبغي، لا يجوز شرعا أن تقرون حساب الله عباده بحساب الناس. الناس حساب الناس بيناتهم مشكل ضعيف محدود نسبي ناقص. أما الحق سبحانه وتعالى فإنما يحاسب بالحق، وحق الحق مطلق ما عنده حدود، لا يمكن للعقل أن يستوعبه، مستحيل باش بعقلك أنت تصور وتدرك كيف يحاسب رب العالمين العالمين. لأن إدراك ذلك معناه أن عندك قدرة تستوعب القدرة الإلهية، مستحيل صرت إلها إذن. العبد ضعيف، ولذلك في مثل هذه الأشياء أمرنا أن نتفكر في خلق الله ولا نتفكر في الله، لأننا لن نقدره قدره. انظر إلى عظمة الله جل وعلا إذ يدبر أمر الكون وهو الحي القيوم، يدبر الأرزاق والأقوات لخليقة شتى في البر والبحر، من الحشرات مما يرى ومما لا يرى، ومن الجراثيم، ومن كائنات النهار، ومن كائنات الليل، ومما فوق الأرض، ومما تحت الأرض، ومما فوق البحر، ومما تحت البحر، ومما في السماء، ومما الله به عليم. خلائق من بلايين الأمم كلها في وقت واحد تسأل ربها رزقها وتستعينه، ولا يشغله سمع عن سمع ولا نداء عن نداء، سمعهم كاملين ويجوبهم كاملين سبحانه وتعالى. الرب العظيم هذا جل وعلا حينما تعرفه بمثل هذا، أنا إذ تعرف كيف أنك إذ تقرأ القرآن تجد أنه يخاطبك في زمانك أنت كما خاطب الأزمنة السابقة. لا يشغله زمان سابق عن زمان لاحق. هذوك اللي يتكلموا على تاريخانيات القرآن زعما بأن القرآن محدود بواحد الوقت تاريخي ديال 23 سنة أكمل، لا يعرفون الله جل وعلا. لو عرفوا الله حقا لما قالوا مثل هذا الكلام الجاهل، جهل أمية في الدين. ولو كان الإنسان عالما بعلم دنيوي ما، فمن ناحية الشرعية هذه أمية في الدين وجهل بالله عظيم. قرآن ما نزل شيء في 23 سنة باش يتحبس في تاريخ ديال 23 سنة أبدا، وإنما بنى الله به أمة في 23 سنة، وبقي القرآن لكل السنوات لتبني به أنت نفسك وأسرتك ومجتمعك في أي زمن شئت. القرآن نور، والنور ينير كلما قدحت زناده. قضية ومد يدك أنت وطع القرص، ما حدك ما مديت يدك راك في الظلام. تحرك إلى القرآن، ارحل إلى القرآن، اشتغل بالقرآن، تنطلق أنوار القرآن بقلبك، فإذا بك تبصر حقائق الإيمان إبصارا. الذي أعمى يهود عن كتاب ربهم التوراة، والذي أعمى النصارى أيضا عن كتاب ربهم الإنجيل، أنهم جهلوا بالله وما قدروا الله حق قدره. قالها رب العالمين في بني إسرائيل اليهود،
حينما يبدأ المؤمن البداية الصحيحة كما بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام يصل إلى النتيجة الصحيحة. وأول نقطة بدأ بها سيد النبي صلى الله عليه وسلم إلهاما له من الله أنه كان يبحث عن الخالق جل وعلا. ويمكن لك تبدأ بنفسك، لأن بنفسك توصل الله. أنا من؟ أنا كشخص فرد إنسان بن فلان بن فلانة من؟ والحق نبهك إلى هذا حينما قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حقيقة مفزعة، تبقى تفكر في المرحلة اللي مازال ما خلقكش الله فيها، مازال باك ما تزوج بأمك، تفزع. إيش اللي يفزعك؟ الشعور بالعدم. تبدأ تحس بأن فعلا درست واحد وقت ما كنتش ولا أظهر. كيخاف الإنسان، لأن الإنسان وقد نفخ الله فيه الروح والروح خالد يأبى الفناء، ما كيقبلش مجرد التفكير أنه ما يكونش، كيف تفزع. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وإنما الله بدأك. إنا خلقنا الإنسان، خلق سبحانه وتعالى من نطفة أمشاج نبتليه، بدأك وبدأ خلق الإنسان، بدأ ما كانش أبدأك من طين. إذن أنا مبتدأ، مبتدأ وقع علي فعل البدء، شي واحد بدأني، يجب أن أنا أبحث عن هذا الذي بدأني. كما أن أي إنسان يجهل نسبه فإنه يجهد في التعرف على نسبه من باب أولى وأحرى. أن تجهد في التعرف على الذي خلقك وأنزل الأسباب ليكون لك نسب. عيب فعلا على المسلمين أن يكون بين أيديهم أعظم وثيقة في الكون تعرف بالله ويكونون من أجهل الناس بالله. الله عيب فعلا. شيء طبيعي أنك تلقى واحد كافر مسدود مقفل لا يعرف شيئا عن الله، شيء طبيعي، لأن كتبهم حرفت. والمشركون الذين لا كتب لهم أصلا كالمجوس، ويكون بين يديك كتاب من رب العالمين ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعرفك بخالقك ولا تعرف عنه شيئا. شيء غريب حقيقة. كان واحد الرجل أوروبي مسلم يجي للجامع، كيجلس حدا السريع ما كيعرف حتى كلمة في العربية، كيبدا يتصنت للناس كيقراو القرآن ويتصنتوا الدرس لا يفهموا شيئا، ولكن مسكين بهذيك المحبة اللي في قلبه، لأنه يعرف على ما قرأ في لغته هو من ترجمة لمعاني كتاب الله والترجمة لبعض كتب الدين، يعرف ما يملك المسلمون من كنوز، وكيبدا يتمتع فقط بداك الصوت اللي كيجي لودنيه وهو لا يفقه منه شيئا، فقط كيتمتع بواحد الحقيقة واحدة كيقول هاد الكلام ديال الله. حقيقة الإنسان كيحتقر نفسه أنا إذن، لأن ربي يسر لك باش تقرأ القرآن. إلا ما فهمت 10 كتفهم 9، وإلا ما فهمت 9 تفهم 8، وإلا ما فهمت 8 تفهم 1، ما يمكنش ما تفهم ولو. الأمي المسدود المغلوق عندنا في البلاد حتى ولو كان لا يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه، إذا قرئ عليه القرآن كيخرج بشي بركة ديال المعنى، يخرج بشيء من المعنى. عيب فعلا على هذه الأمة أن تعامل هذا الكتاب هذه المعاملة متنكرة، تنكرت للكتاب ديالها، وأن تظهر فيها صفات في المجتمع ليست من صفاتها ولا من خلالها ولا من أخلاقها، صفات التمرد على الذي خلق الكون الرب العظيم، صفات إعلان العصيان على الرحمن. عيب. والقرآن بين أيديها كلام الله جل وعلا، لا بد للمؤمن إن أراد فعلا أن يصدق الله صدقا وأن يصدقه الله جل وعلا، إن أراد لا بد له من أن يقطع على نفسه عهدا. قطع على نفسك عهد بينك وبين ربك الذي خلقك، مش على شي واحد من البشر، بينك وبين الذي خلقك، أن تسير إليه وأن تشرع من الآن في البحث عنه جل وعلا وفي التعرف إليه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مسلكك طريقك ويردك كتاب الله لا تتعداه، ما تضيعش الوقت في حاجة أخرى، كتاب الله لا تتعداه. لو اشتغلت عمرك كله بآية واحدة منه لنفذ العمر قبل أن تنفد حقائق تلك الآية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، سبحان الله العظيم، قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله فيها حقائق الكون، فيها حقائق عالم الغيب، وما أدراك ما عالم الغيب، وفيها حقائق عالم الشهادة، وما أدراك ما عالم الشهادة،
وهذه الكلمات جعل الله لنا منها في كتابه حقائق لم يجعلها لأمة من الأمم. أثبت في الأحاديث الكثيرة أن حقائق أنزلها الله جل وعلا من الوحي لم تنزل قط من قبل على أمة من الأمم. حقائق سورة الفاتحة، حقائق سورة أواخر سورة البقرة، آية الكرسي، كثير من سور المفصل مما ثبت في الأحاديث الصحاح أن النبي عليه الصلاة والسلام فضل به كما في الحديث وفضلت بالمفصل، والذي نفسي بيدي على سورة الفاتحة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان حتى في القرآن ما أنزل مثلها فاتحة كيشبه على نهائيا. هذه السورة التي يحفظها الصغار قبل الكبار لو اشتغل الإنسان بها وحدها والله الذي لا إله إلا هو لا كافته في الوصول إلى الله جل وعلا. هذه الصورة ديال الفاتحة بوحدها تخدم عليها وتخدم بها، لا بنيت بها نفسك ولا بنيت بها معراج الوصول إلى الرب العظيم جل وعلا، لكانت لك مسلكا يسلك بك إلى الله جل وعلا في عبادتك، في ليلك، في نهارك، في خلقك، في أسرتك، في كل شيء. صورة جامعة مانعة، ولكن محتاجة أنك تشعل نور الإيمان بقلبك، أن تقرأها بقلب عابد لله، عسى أن ترى من حقائقها أنوارها. إن سبحان الله العظيم حينما تضيء كلمات الحمد لله رب العالمين تضيء أتبلك، ويظهر لك الحمد خلقا فتتخلق به، ما كيبقاش كلام كيتقالو كان، يصير لك خلقا. وحينما يصبح لك خلقا تجد لي كلماته وألفاظه لذة عجيبة على لسانك، كلما استفتحت الصلاة الحمد لله رب العالمين. سبحان الله العظيم، يعني الإنسان حينما يكون على حال من الرقي الإيماني ويستفتح الصلاة دياله ويبدأ الحمد لله رب العالمين ويسكت، يبدأ يتصنط الأصداء ديال هذيك الآية، كيف تمتد أنوارا من قلبه تنبعث لتنطلق في الآفاق حل ركب على شي سفينة فضائية متجه بها إلى الله جل وعلا، ويشعر بواحد الراحة عجيبة جدا لو وضعت له آنئذ كنوز الدنيا كلها على أن يترك صلاته ما تركها. هذا القرآن أمتن من الأرض ومن جاذبية الأرض، لكن ما كاينش شي حاجة اللي ترميها في الهواء من الفوق وتبقى غادية بوحدها، لا بدها ترجع. فالقرآن أشد جذبا من جاذبية الأرض، ولكن بشرط قلع الصدى، إن الصدى ما كيخليش الجاذبية تخدم. إذا صدئت القلوب لم يكن للقرآن عليها أثر، قلب القاسي لا يتأثر. أما إذا صفى وانصقل انجذب إلى القرآن انجذابا فيستحيل الفكاك بينهما، وهذا هو المعنى ديال عائشة رضي الله عنها حينما قالت كان خلقه القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن أشرب، هو هذاك أشرب القرآن، هو تحول القرآن، كان خلقه القرآن، يصير القرآن جزءا، بل تصير ماهيته حياته ليله نهاره يقظته منامه كل شيء فيه يتحول إلى قرآن خلقا وتخلقا. هذا الذي نحن في حاجة إليه إذا أردنا أن نصل فعلا إلى الله جل وعلا. الورد بسيط سهل موجود في كل مكان، شيخك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ عنه مباشرة، وربك سبحانه وتعالى رب العالمين، زاويتك قلبك، هنالك القرآن ينير وبه تستنير. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. خاتمة الكلام إذن أن هؤلاء إنما كتبوا ما كتبوا وحرفوا ما حرفوا أنهم كانوا لا يعرفون الله جل وعلا، ولو عرفوه لما تجرأوا على فعل ذلك. ومن هنا اشتغلت قساوسة النصارى وقبل ذلك كهنة اليهود بإبعاد الكتاب أي القرآن من التوراة والإنجيل والزبور عن الناس، فحرفوا وبدلوا وغيروا حتى لا يعرف أحد من العالمين ما قال الحق من الحق. النعمة الكبرى المسداة إلينا نحن معشر المسلمين أن الله لم يجعل بيننا وبين كتابنا سدنة ولا قساوسة ولا كهنة،
بل القرآن ميسر لكل الناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكان حق الله إذن علينا أعظم، وكانت حجة الله علينا أبلغ. فلا عذر إذن لامرئ مسلم تخلف عن طريق التعرف إلى الله وهذا الكتاب بين يديه يتلوه إن كان من التالين، فإن لم يكن كان من السامعين. ومن الأشياء العجيبة في هذا الزمان أن الوسائل التقنية المعاصرة جعلها الله جل وعلا أيضا في خدمة القرآن، تيسيرا لسمعه ونقله وكل شيء. فما بقي لأحد من العالمين على وجه الأرض عذر في عدم التعرف إلى الله والتعرف إلى الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.